خمسينيات القرن الماضي هي الفترة اللي شهدت الخطوات الأولى لحلم كبير حمله السيد إليا نقل. اليوم وفي سنة 2020 هالحلم تحول لإمبراطورية اقتصادية، قصة نجاح بيفتخر فيها كل أردني. وفي حلقة اليوم رح ناخدكم معنا في رحلة نجاح من صنع بلادي. هذا الموقع من أكبر مواقع صناعة الورق الصحي في المنطقة. النجاح عبارة عن حلقة كاملة، بيصيرش يكون عنصر فيها ناقص. تمكين المرأة والدايفيرسيتي اللي هو الشمولية والتنوع هي أشياء كتير مهمة نحن عنا بفاين. بداية قصتنا اليوم رح تكون في المكاتب الرئيسية لمجموعة فاين الصحية القابضة في عبدون، بلقاء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة السيد غسان نقل، ليحكي لنا عن أسرار منتجات وصلت للعالمية وصرنا نحكي اسمها على جميع أنواع وأشكال المناديل. ذكرياتنا مع فاين بتتجاوز مجرد حالة من النوستالجيا مع منتج أردني بنفتخر فيه، لأنه بالوقت اللي كانت فيه شركة فاين بتشتغل على مسيرة نموها وازدهارها كنا عم بنرسخ اسمها في القاموس للدلالة على الورق الصحي. يا ترى كيف كانت البدايات؟ وكيف وصلت منتجات فاين من صنع بلادي للعالمية؟ الوالد إليا نقل لما بلش شركة تجارية كانت تتعامل بالمواد الاستهلاكية، كل أصناف المواد الاستهلاكية، بتعرف سوق كان صغير. من أصنافها، الأصناف اللي كانت عمل فيها، كان ورق صحي، ورق تواليت وغيرها. فمرة راح زيارة على بريطانيا يزور الشركة اللي بتصدر له رولات ورق التواليت، وجد بأنه بحطوا على ماكينة رول كبير وطلعوا منه رولات صغيرة. سأل صاحب الشركة: هذا الرول كبير، بدي أشوف الماكينة اللي بتسويه. قال له: هذا منجيبه من السويد. طوال يفكر الوالد، قال: طب ليش ما أنا أجيب هذا الرول الكبير؟ هو رجل طموح بطبيعة الحال، أجيبه على الأردن وأنا أقص بماكينة صغيرة وأنتج هذا المادة. وبالفعل راح اشترى ماكينة من ألمانيا وجاب هذه الرولات من السويد وبلش ينتج ورق التواليت. فاين كانت اسم علامة تجارية، كان اسم الشركة شركة نقل أخوان، لم تكن اسمها شركة فاين. إحنا شركة فاين سميناها بال84 كشركة، ولكن العلامة التجارية اسمها فاين هذاك التاريخ. إليا نقل، العقل اللي بنى إمبراطورية فاين بروح المثابرة والإرادة والتصميم، كان يؤمن بأنه نجاح هدف مش لازم يوقف في وجهه أي عقبة أو تحدي. وهالموضوع بدفعنا للتساؤل عن الصعوبات اللي واجهت فاين في بداية الطريق. طبعاً أنا كنتش موجود وقتها، بس بقدر أقول لك من خلال كتاب الوالد وتاريخه أكيد. لأنه جزء من حياتي. طبعاً ما كانش عنده خبرات في الصناعة، وكان الفنيين موجودين في الأردن في ذلك الوقت قلال، لكن كان جاب الألمان ودرب الأردنيين هون عنده وبلش الإنتاج. استهلاك الفرد أنا في رأيي الضعيف في ذلك الوقت من الورق الصحي كان هو أكبر تحدي، وكانوا الناس البقالات ما تشتري الفاين، فاضطر الوالد تخيلي يعطيهم الفاين ما يدفعولوش نقد، يدفعولو دخان مقايضة ويروح بيع الدخان. ثلاثة، كانوا يوزعوا فاين الجيب على باب السينميات، يعني برأيه كان ذلك الوقت وهذا اجتهاد جيد بأنه مين ممكن يستعمل ورق اللي بيطلع على السينما والكذا، بده يخلق، يعني كانت الفكرة أنه يخلق استهلاك وعادات استهلاكية للورق الصحي. هاي شغلة مهمة بحكيها متعلق اليوم مستعملها، إنه أي طلبية لورق الفاين كانت في ذلك الوقت مهما كانت صغيرة كان يبعثوا سيارة تروح توصلها. كان يقول لي حدا يطلب نص كرتونة، يعني 10 باكيتات، تطلع سيارة من المصنع تروح تودي للتاجر خصوصا. والإشي الأخير بدي أقول لك إنه لما أنتج الورق الفاين السحب الوجه محارم الوجه كانت فقط تباع بالصيدليات، كان يباع صنف أجنبي معروف جدا، كان حق الباكيت 100 سحب 18 قرش أردني. الوالد سعر الفاين 8 قروش. أولا مش لازم يكون في الدروس اللي متعلمها، مش لازم يكون في جشع بالشغل. تنين كان فكرته إنه بده يخليها متوفرة أو متناول يد لفئة أوسع من المجتمع، لأنه 18 قرش في ذلك الوقت كان كتير غالية. ومن والباقي طبعا يعني عم بعطيك بعض المحطات من تاريخ الوالد، كلها صعوبات كانت، ولكن كان أمامه خيار واحد دائما كان يقول النجاح. كانت فاين في هداك الوقت أول شركة بتدخل إعلاناتها المصورة لدور السينما، لأنه ما كان في محطة تلفزيونية محلية لعرض وترويج الإعلانات. وقبل عرض أي فيلم بالسينما كان ينعرض إعلان فاين إز فاين، اللي صار مع الوقت باعتبار نشيد بردد رواد السينما قبل عرض أي فيلم.
إذا مشينا لقدام شوي، حرب 67 الوالد بست أيام خسر 80% من سوقه، 80% من مبيعات الفاين كانت بالضفة الغربية. فتخيلي بعد ما خسرنا الضفة الغربية 80 بست أيام خسر 80% من سوقه، شو سوى؟ ما استسلم وصار يندب على حظه، راح فتح أسواق تصدير، عمل مكتب للتصدير للفاين في الأردن، وصار يصدر على ليبيا واليمن والسعودية وسوريا ومناطق كتيرة، بوقت حتى استهلاك الورق بهذه الدول كان ضعيف، كان لكن والد كان عارف أنه طالما في استهلاك من هذا الصنف في العالم لابد أن العرب يوصلهم، يعني صح. موضوع وقت وكيف أنت بتوصل البضاعة، صح. نوعية جيدة، سعر مناسب، متواجدة في المحلات، ودعاية إعلام، والمحاولة والخطأ، يعني بك تجربي ما زبطت بك تجربي، لأنه العلم بالتسويق كان محدود، فالواحد كان يستعمل الطفرة تبعته، اجتهاداته، شغلات زي هيك، شغلات زي هيك، وكان الوالد يتعلم من الخيارات الخارجية، يعني إيش بيعملوا برا، شو عنده خيار، تعمل هيك ولا هيك، كان يتعلم وجيبها ونطبقها على الأردن. فهذه هي بشكل سريع المحطات والصعوبات والتحديات اللي واجهها. من الأمور اللي ممكن تكون محل فضول الناس حول بدايات فاين هو معرفة أول خط إنتاج شغلته شركة فاين، كم كان عدد الموظفين في الشركة، وغيرها من المواضيع اللي دائماً بتثير فضولنا. هي 58 لما شرى أول ماكينة كانت ماكينة ورقة تواليت، فكان بتعرفي بورقة تواليت في البكرة الداخلية الكرتونة كان يحقها فلس، وما كان عنده هذا الماكينة، فدور على ناس كانوا يعملوا بكرات لشغلات تانية يلفوا عليها نايلون وغير شغلات فراح صار يشتري منهم. الماكينة اللي شراها أول مرة الوالد من ألمانيا إذا ذكرتي ما بتخوني تحت 4,000 دينار في ذلك الوقت. تتذكري 4,000 دينار أولا قيمتهم أعلى تنين، الناس ما كان معها، يعني الوالد مضبوط. اضطر من خلال عملياته والبنك وغيراته إنه يوفر هذا المبلغ، وراح سافر على ألمانيا ودفع حق المصاري نقدي. وعندي بالمتحف تحت أنا هديت الوالد لما مر علينا 60 سنة على تأسيس المجموعة، هديته متحف جمعت فيه شو بدك من ماكينات قديمة، تاني أقدم ماكينة هي موجودة تحت، لأول طلبية وإرسالية وفتح اعتماد وترخيص وكلياته للماكينة الأولى ب 58 موجودة تحت، هيها بملفاتها الأصلية موجودة. نعم أنا انضميت للوالد بال 85، شوفي قديش الفرق من ال 58 ل 85، كان عنده طاقم المضبوط من شباب اللي عندهم ولاء كبير وشغل كبير، لكن الوالد بعد إحنا عصامي وبلش بإيديه، كان كل طلبية خام، طلبية ماكنة، طلبية عفش، طلبية تلكس كذا يعملها بإيده. سيد غسان، يعني في سؤال أنا بخطر على بالي وأكيد أكيد كتير ناس هلا عم بيسمعونا حابين يعرفوا إجابته، من وين إجت تسمية فاين؟ كيف خطر لكم يعني تسموه فاين؟ العلامة التجارية فاين أو اسم فاين في الواقع هو مشترك، قرار مشترك وفكرة بين الوالد والوالدة، أم غسان وأبو غسان، وكانوا عم بيدوروا على اسم سهل لللفظ باللغة العربية والإنجليزية وإله دلالة، يعني كلمة فاين باللغة الإنجليزية إشي جيد، إشي ناعم، إشي منيح والمزبوط. يمكن الوالد كان دائما يستشير الوالدة بالشغلات، وهي طلعت بقول الاسم الأولاني والوالد حب وقرروا عليه. وبتعرفي كمان أي إشي إله دلالة شوية باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت المستهلك يمكن بيقدرها أكثر، مع أنه اليوم العلامة التجارية نعتبرها علامة عربية ونفتخر فيها، وأصلا الأردن هي واليوم موجودة ب 71 دولة في العالم، لكن البداية كانت هي الوالدة مغسان مع الوالد بالخمسينية. وحسن الاختيار زي ما بقوله. الحمد لله. الحمد لله. اللي بده يمشي في طريق النجاح عوامل النجاح معروفة، بس بالتأكيد تطبيقها مش سهل. منتجات فاين موجودة اليوم في كل أنحاء العالم، وجودتها ومواصفاتها بتضاهي أفضل للمنتجات العالمية. الكلام عن فاين ما بكمل، وبحثنا في زوايا الذكريات عن هالمنتجات ما بكمل بدون زيارة الموقع الصناعي لمجموعة فاين الصحية القابضة في منطقة أريمبي في الأردن. الموقع هذا أنشئ عام 1994، أنشئ على مساحة 250 ألف متر مربع أو 250 دونم. حجم الاستثمار في الموقع في الأصول الثابتة بيزيد عن 200 مليون دولار أمريكي. عدد الموظفين بيزيد عن 800 موظف، وإحنا طبعاً بنشتغل بنظام الورديات، بالتالي عندنا 4 ورديات في كل مصانعنا، فبنقدر نشغل المصانع 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع على مدار السنة، بس طبعا بيكون في توقفات مخطط إلها لحتى نعمل الصيانة والتنظيف لخطوط الإنتاج. الطاقة الإنتاجية في الموقع 250 مليون حفاضة أطفال و85 ألف طن من الورق الصحي،
واحنا الشركة الوحيدة بالأردن اللي بتنتج الورق الصحي من لب الورق الخام، ننتجهم في مصنعين وفي برضه مصنع تحويلي. ال 85 ألف طن تعتبر يعني كمية إنتاج كتير كبيرة، وبالتالي هذا الموقع من أكبر مواقع صناعة الورق الصحي في المنطقة. جزء من هاي الكمية بتروح على مصنعنا التحويلي، وجزء تاني بتصدر خارج الأردن لمصانع فاين خارج الأردن أو لمصانع شركات أخرى. لحتى بس أعطيك فكرة على 85 ألف طن، لو بدنا نحولهم لباكيتات فاين 100 سحبة بطلعوا 850 مليون باكيت، فعم نحكي على كمية إنتاج كتير كبيرة. عملية إنتاج الورق الصحي ووصوله لأيد المستهلك هي عملية تصنيع ضخمة بتمر بأكثر من مرحلة، بداية بالورق الخام اللي بتتم عملية معالجته وتحضيره، ليدخل بعدها خطوط الإنتاج المختلفة اللي بتحول الورق الخام لمنتجات عديدة معقمة وما بتلمسها أي إيد وبجودة عالية. البداية بتكون خلينا نحكي في تصنيع الورق الصحي. احنا بنقسم هذا المصنع لثلاث أجزاء. مصنع الجزء الأول اللي هو الستوك بريباريشن أو منطقة العجينة، الجزء الثاني اللي هو الماكينة نفسها، والجزء الثالث اللي هو المقص. فببلش الخلط في العجينة وبكون في كمية مي كبيرة، نسبة المي بتكون في هاي المرحلة 95%. الجزء الثاني بيجي اللي هي منضخ هاي العجينة للماكينة. قبل ما تدخل على الماكينة برضو في ثلاث مراحل تنظيف، أي شوائب أي وسخ داخل العجينة هاي بتنظف عن طريق الطرد المركزي. بعدين نيجي لخط الإنتاج، عند الهيد بوكس بتم ضخ الألياف مع المي على الماكينة. ولأبسط الأمور، الماكينة كل اللي بتعمله إن هي بتسحب المي من هاي العجينة، لأنه المنتج النهائي على المقص بيكون نسبة الرطوبة فيه حوالي 4%. وبعدين الورق بدخل وبصير يلف، بطلع رول كامل. فطبعاً هذا رول كثير كبير، وبالتالي بروح على المرحلة النهائية اللي هي المقص، وآخر عملية اللي هي التغليف. بعد ما عرفنا كيف بتتم معالجة الورق الخام وتجهيزه ليدخل خطوط الإنتاج المختلفة، وقبل ما تدخل الرولات الكبيرة للمصنع التحويلي، بتم اجتماع إدارة العمليات اليومية. احنا في عنا اجتماع بتم لكل خط انتاج، بنسميه Daily Direction Setting او الاجتماع ادارة العمليات اليومية. هذا الاجتماع بيحضره المشغلين، بيحضره المهندسين لكل خط انتاج، ونتطلع على عدة شغلات. اول اشي نتطلع عليه هو السلامة، اي عيوب سلامة على خط الانتاج لازم تكون موجودة ولازم تتسكر خلال 24 ساعة. الشيء الثاني نتطلع عليه اي مشاكل جودة واجهتنا بال 24 ساعة الماضية وكيف حنحلها. بعدين بنصير نتطلع على خط الإنتاج نفسه، إذا كان في أي توقفات غير مخطط لها، إن الخط مش مفروض يوقف. إذا صار أي توقف لازم نعرف شو السبب، هل هو مثلا ما نظفنا صح، هل مثلا ما كان في تشحيم صح، تزييد صح، لازم نعرف شو الأسباب هاي. وبتنحط خطة عمل لل 24 ساعة اللي جاي، وبتحدد كل شخص مين الشخص اللي بيشتغل كل شغلة، لحتى لما بنفس اليوم واليوم اللي بعده يكون يرجع الخط يشتغل بالشكل الطبيعي لإله بالسرعة الصحيحة لإله. الصورة في المصنع التحويلي مختلفة تماماً عن المصانع التانية. ضجيج الآلات والماكينات اللي ما بتتوقف هي صورة رائعة تتوج بالنجاح والفخر لما المنتج يشوف المنتج النهائي. هذا اسمه نظام ملكية المعدات. هذا الخط أو الرسم التوضيحي لخط إنتاج مناديل الوجه مقسم لثلاث أجزاء: الماكينة الرئيسية، التغليف الداخلي والتغليف الخارجي. وهذا كيف شكل الخط اللي حنشوفه. زي ما بتشوفي إحنا منقسم الخط لمعدات، فكل شخص هون مسؤول عن معدة، كل شخص زي ما أنت شايفه مسؤول عن جزء من هاي المعدات. زي ما احنا يعني بنحفز الموظفين وبنعطي جوائز، بس برضه مبدا المحاسبه موجود وكثير مهم عندنا ضروري. هلا خلينا قبل ما ندخل على المصنع تلبسي سيفتي جير، تفضلي معي. يلا. هلا في مصنع التحويل مننتج مناديل الوجه وورق تواليت وورق المطبخ اللي بتشوفوه انتو بالسوق. احنا يعني التور تبعتنا او الجولة تبعتنا حتكون على خط انتاج احد خطوط انتاج مناديل الوجه.
هو يعتبر من الأحدث بالعالم، والميزة هون إنه ما في أي إيد أي شخص تلمس المنتج، fully automated يعني أوتوماتيكية عملية الإنتاج بالكامل. يعني حتشوفي على الخط بيكون في عنا 4 رولات، يعني لفائف الورق احنا بنسميها، 2 على كل سايد، وهدول بدخلوا كل واحدة بتكون طبقة واحدة، فلما يدخلوا على الماكينة وما بصير الانترفولدينج او تصفيط للورق، وهون بصير عندك التيشيو زي ما انت بتشوفيه لما تسحبي واحدة تيجي واحدة بعدها. سرعة الخط هذا تقريبا 200 متر بالدقيقة، الطاقة الإنتاجية بالشهر تقريبا 550 طن، نحكي يعني على تقريبا 5 مليون باكيت فاين بالشهر. وفي خاصية كتير مهمة بكل ماكيناتنا وهي بس لشركة فاين، احنا عندنا الستري برو اللي هي عملية تعقيم للمنتج، فاحنا نتأكد انه ما في اي جراثيم على الإنتاج. هلا بعد التصفيط، بعد ما يتصفط الورق، بنكون احنا حطينا قديش احنا بدنا ننتج، والله 100 سحبة ولا 200 او 250، بتحدد المشغل، هو بحدد ايش الكمية اللي حتكون. بعدها بروح لعملية القص، وكله زي ما انت شايفه بيكون بشكل اوتوماتيكي بالكامل. بتم عملية التغليف برضو بشكل اوتوماتيكي لكل حبة، وبعدين التغليف النهائي اللي بيكون الباك او يعني زي كل ستة مع بعض بالضبط. هذا كله زي ما انت يعني حتشوفه على الخط، بيكون كله بشكل اوتوماتيكي وما فيش اي ايد تلمس المنتج هذا. طبعا احنا عندنا عدة خطوط انتاج من نفس هذا الخط، وفي طبعا عندنا خط انتاج لورق تواليت وورق المطبخ، بس انا حبيت اورجيكم هذا الخط لانه الاحدث. بتعتمد شركة فاين في نجاحها على كفاءات موظفيها، بالإضافة إلى اتباع مجموعة من الأنظمة والقيم من السلامة والجودة إلى التوصيل والنزاهة. إحنا القيم عندنا في كل مواقعنا الصناعية بفاين، مش بس بالأردن، بس كل مواقعنا، القيم هي أول شيء السلامة، ثاني شيء الجودة، ثالث شيء التوصيل للزبائن في الوقت الصحيح، ورابع شيء الأمانة في الشغل. فأول شيء بنحكي فيه دائماً هو السلامة، ما في أي شيء بنعمله بيستاهل إنه أي موظف ينصاب. موضوع السلامة موضوع خط أحمر بالنسبة لنا، وإحنا التزام من الكل في كل المواقع إنه يلتزموا بكل معايير السلامة في الموقع. منذ انطلاقة شركة فاين في الأردن كان التركيز دائماً على أدوات التطوير من أكبر عوامل الاستمرار في النجاح، على الرغم من كل العقبات والصعوبات اللي واجهت الشركة من أول يوم. يا ترى كيف انطلقت فاين للعالمية؟ وشو كانت تفاصيل عملية دخول منتجات فاين للأسواق الإنجليزية؟ سمعنا أنه السوق الإنجليزي بريطاني كبير، السوق الأردني وحتى مصنعنا بالسعودية كان يستهلك من حوالي 15% من إنتاجية هذا المصنع اللي بيعمل خام الورق، فبدنا مصانع زي الفاين بالعالم نصدر لها. لقينا شركة في مانشستر في بريطانيا تستورد من اليونان ومن غير محلات، راسلناهم وكذا كذا ما جابوا أول مرة، ثاني مرة. ليش؟ قال لك شركة أردنية بتصنع خام الورق، هم عندهم مي ولا عندهم طاقة ولا عندهم غابات وما عندهم. بالرغم من كل الكلام أعطانا موعد 10 دقائق، راح مدير عام الشركة وكان على اتصال معي دائما، شخص إنجليزي. أول شيء ما تفرج على الشخص، وبدي أحكي لك قصة في مهمة لدروس حتى للأجيال الجديدة. أكيد. ما قبل يعطيه وقت، أعطاه 10 دقائق، ومش كتير معبره، بيشتغل على كمبيوتر بتفرج عليه. ولا بقول له عندكم غابات؟ قال له لا. قال له عندكم مي؟ قال له لا. قال له كيف تنتج ورق؟ قال له جربنا. قال له أنا سبعه ولا شغلة، بقبلش أحكي معك كلمة تانية، تبعت لي رول أجربه أماكناتي. عارفش يعني رول؟ رول بدأ أشحنه بالطيارة، بقبلش أشحنه بالبحر، رول واحد وزنه 600 كيلو، شحنه قد حقه 3 مرات. طبعا أنا على اتصال مع مدير عام قلت له مش حلو إياه بغض النظر، حتى الموظفين فكرونا شوي إنه إحنا مش يعني مش عم نشغل صح، ما عندنا خيار، مضطرين نصدر، ما في مجال، ما في مجال. البند الثاني قال له أنا من قديش من العقبة لبريطانيا؟ قال له حوالي 2-3 أسابيع. قال له لا، أنا بدي إرساليات أسبوعية. قلنا مستأجر مستودعات في ليفربول بريطانيا حتى نورد له. 3، قال له أنا بفتحش اعتمادات، بدفع لك بعد ما تيجي البضاعة. طب خطرة هاي، كنا أول شركة أردنية بتعمل ضمان الصادرات. 5 نقطة، قال له أنا بدي واحد قدامي إذا عندي مشكلة خلال ساعة يكون عندي. عيننا شخص إنجليزي في بريطانيا ليكون موجود. ليش القصة بقول لك إياها؟ من السهل ومن المنطقة أقول من أول مرة ما بقدر، وسكر الملف وروح.
لكن قلنا ما فيش، بدنا نخلق حل. فهدول الأربع خمس شغلات قد تكون أول بادرة إنه معقول هذا مش مزبوط، لكن حطي لقدام شوفي كيف صار أكبر سوق لعنا بريطانيا، ونوعيتنا لأنه إحنا متخصصين في نعومة محارم الوجه ننافس منتجات كل أوروبية كلها وبنوعية أحسن وبسعر أفضل. اليوم عم نصدر وصلنا all the way لبريطانيا، وبحب أحكي بالذات على السوق البريطاني لأنه الجودة المطلوبة كتير عالية، عالية، وإحنا قادرين نلبي هاي المتطلبات. وبنفس الوقت المنافسة كتير كبيرة، في شركات إسبانية تركية ألمانية بتصدر لهذاك السوق، إحنا موجودين هناك وبقوة. قد يكون ارتفاع كلف الإنتاج من أكبر التحديات اللي بتواجه قطاع الصناعات التحويلية والصناعيين في الأردن. يا ترى كيف استطاعت مجموعة فاين الصحية القابضة التغلب على كل هالتحديات؟ والسبب الرئيسي لارتفاع الكلفة كان ارتفاع كلفة الطاقة، فحطينا خطة عمل ضمنت عدة مشاريع طبقناها على مدى 3 سنين. بحب أحكي عن أهم 3 مشاريع، طبعاً كان في مشاريع كتير بس المشروع الأهم كان توليد الطاقة. إحنا كنا زمان نحرق heavy fuel oil وكيروسين لحتى ننشف الورق، شفنا إحنا نحتاج لطاقة كبيرة لتنشيف الورق. اليوم إحنا عنا توربينة تشتغل على الغاز الطبيعي، وهذا المشروع كان الأول من نوعه لشركة خاصة في الأردن، وكمنتج ثانوي بيطلع برضه منه هواء ساخن نستخدمه في تنشيف الورق. المشروع ككل كلف تقريباً 20 مليون دولار أمريكي بين كلفة التوربينة زائد مد خط الغاز زائد الأعمال الهندسية اللي صارت. والحلو في الموضوع أنه كان في تعاون كبير من وزارة الصناعة والتجارة وزارة الطاقة لحتى ينجح هذا المشروع، والحمد لله اليوم هذا المشروع ناجح وإحنا وقعنا عقد توريد للغاز من شركة فجر الأردنية المصرية. المشروع الثاني اللي اشتغلنا عليه كان دمج المواقع. احنا كنا بالأردن نشتغل من 3 مواقع مختلفة، اليوم حطينا كل تقلنا هون، كل العمليات الصناعية، التوزيع، التخزين، كله عم بيتم في هذا الموقع، فهذا خفف كتير من الهدر اللي كان بيصير في نقل البضايع، نقل الموظفين، فهذا برضه ساعدنا في تقليل الكلفة. المشروع الثاني كان رفع الكفاءة، رفع كفاءة الناس ورفع كفاءة خطوط الإنتاج. دربنا الناس بشكل كبير، بالذات المشغلين والفنيين والمهندسين، رفعنا من قدرتهم في الأمور التقنية، وبنفس الوقت صرفنا على خطوط الإنتاج، رجعنا كل خطوط إنتاجنا لحالتها الأصلية. فاليوم رفعنا الكفاءة، كنا بنحكي على نسبة 70%، اليوم الكفاءة وصلنا ل 83%، وهذا رقم ممتاز. هالمسيرة الكبيرة اللي عمرها أكثر من 60 سنة توجتها شركة فاين بالتربع على عرش منتجات الورق الصحي في العالم، وهالمسيرة بالتأكيد ما خلت من المحطات التاريخية المحلية والإقليمية والدولية اللي مثلت تحدي حقيقي للشركة. يا ترى كيف واجهت فاين هالمحطات وكيف تغلبت عليها؟ أنا لو بسرد لك المصايب اللي ضربت مجموعتنا من يوم التأسيس لليوم ما بتصدق. لازم الناس تسمع أظن. سواء من 56 الحرب الثلاثية لل 67 لحرب ال70 بالأردن، لا بديش حكي 48، لا التمانينيات، لا نزول الدينار ب 88 بشهر 10، لا حرب الخليج الأولى، لا 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 كلياتها، تسكير الحدود هون، نزول الربيع العربي، نزلت العملة، سكرت العراق 3 سنين، والكورونا كلياتها. كيف قدرت تواجهوا هاي العقبة؟ سهل الجواب، عندي خيارين، يا بك تقبلي بالأمر الواقع وتقبلي التحدي تنزلي تحته، أو ترفضي تطلعي فوقه وتجدي الفرص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن إحنا شركة باللغة الإنجليزية بنسميها resilient، يعني عنا القدرة على الصمود، لأنه منآمن بالمستقبل وإيماننا بقدرتنا على مجابهة هذه التحديات قوية. ودائما دائما أهم نقطة، لما تضرب مصيبة ما بيصير بس نواجهها، بدنا نخلق الفرصة. وأكبر دليل بعطيك إياه حي هي الكورونا. انت عارفة احنا كان عندنا تحدي كبير بوصول مواد الخام والتصدير من الأردن، وبعلاقاتنا مع الحكومة، وأنا بحكيها بصراحة وموضوعية، الحكومة وقفت مع الصناعة الأردنية بجائحة كورونا بطريقة خيالية، أنا فخور كأردني في الموضوع هذا. ولكن احنا كمجموعة فان خلقنا الكمامات، نزلنا الكمامة ب8 أيام من الفكرة إلى السوق، وهلأ تدرس في جامعات في أمريكا وفي بريطانيا، كمامة الوحيدة في العالم تقتل الفيروس، واليوم فاتين بالكفوف نفس التكنولوجيا بتقتل الفيروس، وبكمامات للأطفال وكمامات للرياضة للتنفس، وبعدين نعمل الوايبس اللي بتقتل الفيروس. طب هذه ما كانش عندنا قبل 6 أشهر، ما كان عندنا. صح، فرصة وجدناها من الجائحة من المصيبة وطلعنا فوقها، واليوم عم نصدر ل 52 دولة هذه الأصناف.
فبدي اقول لك هذه بس مثال حي على انه ما مش لا يعني هذا انه ما دفعتي ثمن. احنا شريكنا باليمن رفع سلاح 12 اردني بديروا المصنع، سكر المصنع، انحرق مصنع الفاين مرتين، بلبنان الاسرائيليه ضربوا لنا مصنع 3 مرات، وبسمينك لبكره الاسفنج انحرق، شو بدك؟ مستعد احكي لك لبكره الصبح. يوم حرب الخليج جايين الاجانب يركبوا مصنع الخام تبعنا في مصر، سحبوا اجوا يوم ثاني يوم روحوا. مشروع ضخم، فوائد حالها بتقتل اكبر شركه. شو الخيار؟ بدنا نندب حظنا ونبكي؟ لا، بدنا نفكر بطريقه، والحمد لله بقولش سهله وبقولش ما بناكلهاش، لكن بمجمل الموضوع تتخطوها ان شاء الله الحمد لله. موظفين فخورين بعملهم وإدارة بتفتخر بأيديها العاملة، وعد في وقت مبكر بأنه رأس المال الحقيقي لأي شركة هو قوتها البشرية العاملة. من أهم القيم الجوهرية عنا بفاين هي أنه إذا نحن اهتمينا بموظفيننا البزنس رح يهتم بحاله. اهتمامنا بالموظفين ببلش من مرحلة التعيينات. نحن بالتعيينات بنعتمد على مبدأ الميريتوكراسي اللي هو الجدارة، لم نهتم الشخص من أي خلفية، من أي جامعة، من أي جنسية، ولا من أي بلد. نحن بنركز على الباشن اللي عنده، الشغف بأنه هو يطور حاله. طبعا نحن بنحب نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، مشان هيك نحن طلعنا هلأ منصة تعيينات جديدة اللي هي الفاين كارير بيج، ونحن كتير نشطين على منصات التواصل الاجتماعي بالأخص على لينكدإن. بعد ما يبلش الموظف عنا كتير مهم بمرحلة الأونبوردينج اللي هي مرحلة الإعداد والتأهيل، إنه الموظف يجي يلاقي المكتب تبعه جاهز، في بيئة بترحب فيه، هدايا حلوة موجودة على المكتب، برنامج منظم بانتظاره، مدير يقعد معه يشرح له الأهداف تبعته اللي هي رح تكون متوقعة منه. طبعا عنا نحن كتير كمان برامج تقدير للموظفين ومزايا، منحب دائما إنه ندمج موظفين وعائلاتهم، منحتفل بالمناسبات المحلية والعالمية، وعنا برنامج بقيس الرضا الوظيفي للموظفين. خدمة المجتمع، تبنينا مجتمع الكورة واشتغلنا 10 سنين بطريقة مستدامة، علمية، ريادة، اجتماعية، بدك إياها أول اتفاقية ونوعها الوحيد مع الدولة. فالبقوله انه كل شيء بنعمله لازم يكون مختلف. طلعنا برنامج جديد اللي هو بيعطي للموظفين ساعات عمل مرنه، وطلعنا سياسه جديده اسمها ورك فروم اني وير اللي هي بتقدر الموظف فيها يشتغل من اي محل من غير ما يجي على المكتب. هاي الشغله كتير مهمه بالظروف الصعبه الحاليه اللي بنمرق فيها، خصوصا للامهات العاملات. ايش السياسات اللي بتتخذها لحتى تشجع وتطور من وجود المراه او تمكين المراه في المجتمع؟ موضوع الومن امباورمنت، تمكين المراه والدايفرسيتي اللي هو الشموليه والتنوع، هي اشياء كتير مهمة نحن عنا بفاين. من أهم المنافع اللي أعطيناها للسيدات بالشركة هي إجازة الأمومة، فنحن أعطينا كتير خطوة أكبر من اللي بيعطيه قانون العمل الأردني اللي هي 16 أسبوع مدفوعة مع قابلية التجديد كمان 16 أسبوع. وأعطينا كمان، ما بدنا ننسى الأبهات، أعطينا كمان للأبهات إجازة أبوة لثلاث أسابيع مدفوعة مع إمكانية تجديدها لأربع أسابيع. كمان تمكننا من زيادة عدد السيدات في فريق الإدارة العليا من 0-30% خلال بس ظرف سنتين. وآخر إشي عملنا رزنامة لل 2020 تحمل صور السيدات بفاين حتى نحتفل فيهم وبإنجازاتهم. منذ ستينيات القرن الماضي بدأ جمهور المستهلكين يطلب منتجات فاين بالاسم، ومع مرور الوقت صار اسم فاين مرادف فعلي للمحارم الورقية في الأردن، حتى نسي الأردنيين اسم المحارم الورقية. بدك تنافس مش فقط في التوزيع وفي الصناعة، وإنما لازم يكون في عندك كلمة سلسة، أوكي، زي كلمة فاين، ترافق الصناعة وترافق التوزيع والإدارة الجيدة، أوكي، بحيث أنك تقدر توصل لكل المستهلكين. الفاين إحنا بجوز إحنا جيل السبعينات والثمانينات، يعني ربينا عليه بكلمة فاين باللغة العربية وعليها النقطة المدورة الكبيرة، وهذا شيء مميز جدا. شوف البساطة بهذا الموضوع، يعني أنت دائما بدك بالشعار يكون في عنصر بصري ممكن يكون جدا بسيط، زي مثلا النقطة مبالغ فيها تبعت النون، أوكي، صفت هذا الإشي اللي بيرتبط ذهنيا. وحتى بالإنجليزي كانت النقطة تبعت الآي، اوكي، عباره عن نقطه كبيره فوق الاي، فخلص انت عندك هذا العنصر البصري الثابت. هي لما تاخذي انت عندك حصه الاسد من السوق، وفي محلات كثيره ما فيهاش الا فاين، وناس ما تربت وما شافت الا فاين، حتى لو جابوا صنف ثاني يوم خلص تعود، اعطيني فاين اعطيني فاين اعطيني فاين. لعلمك في حتى باليمن بسموه فاين،
أعطيني فاين وبعطيني أعطيني فاينة، عرفتي علي؟ فالحمد لله هذا نتائج الجهد الكبير في التوزيع وتواجد الصنف، ولكن إلها مغبة واحدة. بالإنجليزي إحنا بنسميه هذا جينيريك براند، يعني العلامة التجارية المعممة، وهذه مشكلة تعتبر للمصنع، لأنه تعطي المجال لمنافسين يتواجدوا برضو بالسوق. بدخل الزبون على البقالة بيقول أعطيني مثلا باكيت فاين، ممكن يسلموا باكيت من ماركة منافسة. الحديث عن إمبراطورية اقتصادية وعلامة تجارية بحجم فاين حديث ما بينتهي، وهالمنتجات اللي غزت الأسواق العالمية بسواعد وعقول أردنية أكيد أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. أنا صار لي بالصناعة 18 سنة، فأكيد متحيز للقطاع الصناعي، بس في فوائد كتير بيجي من الصناعة. أول شيء التوظيف المباشر زي ما حكيت، يعني إحنا مثلا اليوم هون في أرينبي في عنا 800 موظف، فإحنا خلقنا 800 فرصة عمل. الشيء الثاني اللي إحنا أحيانا ما بنطلع عليه اللي هي سلاسل التزويد للمصانع. يعني إحنا اليوم في عنا كتير شركات ومصانع تخدم هذا الموقع، في كتير شركات عندها موظفين بيعتمدوا على فاين بشكل كبير. فيمكن غير التوظيف المباشر في كمان يمكن 800 موظف اليوم بيعتمدوا على هذا الموقع لحتى يشتغلوا. الشيء الثالث التصدير، احنا هاي السنة بإذن الله هتكون صادراتنا هتزيد عن 100 مليون دولار أمريكي. شوفي قديش احنا عم ندخل عملة صعبة على البلد كصناعة، قديش بتدخل عملة صعبة على البلد. الشيء الأخير شفنا احنا وقت الكورونا الأردن طلع قوي جدا من هاي الأزمة، ولسه بالأزمة ولكن الحمد لله وضعنا منيح. بس وجود قطاع صناعي غذائي دوائي الورق الصحي اكتفاء ذاتي، فشفنا انه يعني ما صارت مشاكل بي او نقص في هاي المواد. انا حابة اسألك عن مشاعرك الشخصية، انت شخصيا ايش مشاعرك حيال هذا النجاح اللي حققه فاين؟ انا بقول دائما الله وفقنا اكتر ما بنستاهل، وابوي دائما حدا سأله ابو غسان قديه بتعزي الحظ للنجاح، قال له 100%. انا صدمت، كيف 100%؟ فقال له الوالد كل ما بتشتغل اكتر ربنا بيبعت لك حظ اكتر. تنين اللي بدي اقول لك اياه انه زي ما الاستمتاع في النجاح بالرغم من انه من هذا ورا المكتب المشاكل اللي بتجي عليه يوميا ما بقدر احكي لك، ولكن ولا بهزني، بالعكس بلحقش، ما بصدق اصف سيارتي اوصل لهون. حتى ايام الجمعه والسبت وكذا بشوفوا الشباب والشابات اني ببعت ايميلات وكذا كذا. فخور بالطاقم اللي معي، كنت بزمانات اشعر شوي وحيد، اليوم عندي مجموعه من المدراء، يعني بطلت احس حالي وحيد. هذا وطبعا العيله معي واخوي معي بالشغل وهيك. ثلاثة بدي اقول لك اياه انه اكيد بقول الوالد لو انه صاحي اكثر لانه الوالد مريض بكون فخور، وانا هذا اهم شيء عندي انه هو بكون فخور. فكله مع بعض هذا بخلي الرحله تبعتنا هي رحله ممتعه وبس اتفرج لورا بضل اقول نشكر الله. النجاح هي كلمه بتخفي في طياتها جهد وعمل ومثابره كبيره، ونجاح فاين فخر لكل الأردنيين. فاين العلامة التجارية العالمية هي، وبكل فخر من صنع بلادي.